من الجيد ألا تخرج هذا السلاح من غمده يا بني إلى أن تقابل عدوك وجهاً لوجه، لأنك عند ذلك تكون استنفذت فرص حقن الدماء، وغطرسة العدو حينها ستجعلك بطلاً يا بني. سيد أرطغرل، أتيت إذن؟ لقد قلت أني سآتي. أين الذهب؟ تعال معي. دعي الحصان هنا.
أتيا. ليس الآن، انتظري. هيا أحضرهما. أطلق سراح السلطانة حليمة وسيدة أسليهان أولاً. لما العجلة سيد أرطغرل؟ فرانسيسكو يريد أن يراكم لأطول فترة ممكنة. رأيتكم في الدنيا وسوف أراكم في الآخرة. قد أتيت يا أرطغرل. يا الله، يا الله، you
حليمة. 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 أرطغرل، قل لي هل جوندوس حي؟ هل ابننا على قيد الحياة؟ نعم يا حليمة، وسيتحسن حين يراك. ألف حمد وشكر لك يا الله. أرطغرل، هيا دعنا نذهب بسرعة إلى المخيم. حسنا، لنذهب. أنا أيضاً أحمد الله تعالى أن لدي إخوة أبطال. لقد زال البأس يا سلطانة، سأحضر الأحصنة. ليرضى الله عنكما، لو تأخرتما لكانوا قتلونا. ليدم الله وحدتنا هذه حتى لا يقترب البلاء منا أبداً. آمين، فلتسلم. إن القتال مع بطل مثلك يسعدني ويشرفني. سلمت سيد أوران، سلمت. حبيبتي ماريا، هل أحضرته؟ بالطبع أحضرته. ما رأيك؟ جميل جدا. لم أشم رائحة كهذه طوال حياتي. تورغود ستعجبه هذه الرائحة. أصبحت وجنتاك ورديتان، يبدو أن الأمور تسير جيدا. لا داعي لهذا الخجل، أظن أن هذه الرائحة تجعل تورغوت يأتي مهرولاً إليك كل يوم. رائحتك ظهرت أيضاً أماندا. أصبح بإمكاننا البدء بالحرب. ماذا يجري؟ لا أدري، سنعرف. من أتى؟ انظروا. من هو؟ من القادم يا هل هو سيدنا؟ نعم أظن. الآن سنعرف. من معه يا من؟ لا أدري. سنعرف. إنه السيد أرطغرل. أهلا وسهلا سيد. لقد أتى السيد أرطغرل. يا السيد أرطغرل. يا السيد أرطغرل. يا السيد أرطغرل. حبيبتي، Ha ha ha!
حليمة، لا تفقدي الأمل بالله ابنتي. قندوس، لا تذهب وتترك أمك وحدها يا بني. أرجوك لا تفعل هذا يا صغيري، روحي فداء لك، ابقى معي. أنا مدين لك على ما فعلت سيد أرطغرل. لولاك كانت ابنتي ستموت. لولا السيد عليار والسيد أورال لما أحضرتهما سالمتين. إن أخي بريء أبي، أوقفنا قطاع الطرق عند حدهم وجميعهم قتلوا. أولادك كانوا أبطالا كما أردت، واستطاعوا أيضا أن يقفوا معا ضد عدوه. هيا ابنتي. حسنا. عينيك يا صغيري، أرجوك لا تفعل هذا بنا قندوس. هيا بني. أرطغرل، أرطغرل، أريد أن تقول شيئا واحدا. قل لي حليمة، قندوس لن يحدث له أي شيء. قل لن يحدث له شيء أرطغرل، هيا قل. قل لي أنه لن يموت الآن، أرجوك أرطغرل. أنا لا أستطيع، لا أستطيع أن أفارقه أرطغرل. أرجوك أفق قندوس، قل شيئا أرطغرل، لا يمكنني العيش بدونه، أرجوك قل شيئا. أمي، بني، ولدي، بدأ بالكلام. قندوس، لا أكون فداء لك حبيبي. يا بني، هل أصبحت بخير؟ أبي، لما لا تبقى هنا للعب معي؟ تكون أمك فداء لك يا عزيزي، لقد أخفتنا عليك كثيرا قندوس. حين يحين الوقت سوف ألعب معك. يا الله، ألف حمد وشكر لك يا رب. ألف حمد وشكر لك يا رب، فلقد حفظت لي حفيدي يا رب. أحمدك وأشكرك. الحمد لك يا الله. أرطغرل، سيدي، لقد جاء السيد سيمون ومعه امرأة مربوطة ويريد أن يتحدث إليك. الرجل الذي ذهبت إلى قونيا للقائه، من يكون؟ أبي، سأخبرك بكل شيء، ولكن هذا ليس وقتها. سألتك من يكون، فقل اسمع. الأمير سعد الدين كوبك. اسمع أبي، إن كنت تعتقد أن لي يدا في هذا الأمر فاسأل حضرة الأمير إن كنت معه في الأمس أم لا، وأيضا أحضرت لك منه أخبارا أظنها تسرك.
ما وضع جندوس سيدي؟ لقد أصبح جيدا بحمد الله. فتح عينيه وتكلم. عبد الرحمن يقول إن سيمون جاء ومعه امرأة مربوطة. لنذهب ونرى ما الذي يريده. من هذه يا ترى؟ لماذا يربطها هكذا؟ يا إلهي، ماذا فعلت المسكينة؟ ما علاقة السيد أرطغرل بها؟ جاء السيد أرطغرل. سنفهم كل شيء. ما علاقة السيد أرطغرل بها؟ انتظروا قليلا، سنعلم. الآن سنعلم. اصمت لنسمح. أنا مع السلام والأمان سيد أرطغرل، وقد استطعت أن أعرف من استهدف عائلتك من خلال أخبار السوق. ماذا يقول هذا الرجل؟ ماذا يقصد؟ وها أنا أسلم المجرمة لكم. معقول؟ لم أفهم شيئا أبدا. هل هي وراء الخطاب؟ هل هي من خطفت السيدة حليمة والسيدة أسلام؟ انظروا إليها. يا إلهي، ما قصة هذه المرأة؟ أيتها السافلة، ماذا أردت من طفل؟ حليمة اهدئي قليلا، سوف نعرف. اسمعيني، إن اعترفت سوف أقتلك، وإن لم تعترفي ستسجني، هذا مفهوم؟ سيد أوران، نحن لا نعذب أحداً أبداً قبل أن نستجوبه، وخصوصاً إن كانت امرأة. اتركها. أعلم سيد أرطغرل، لكني لم أستطع ضبط نفسي بعد الذي حدث، فلا تؤاخذني. عبد الرحمن. نعم سيدي. إلى الخيمة. انهضي. هيا. ماريا رأت هذه الملعونة وهي تكلم فرانسيسكو. طالما أنك عرفت الفاعل، لما انتظرت إلى الآن سيد سيمون؟ حين عرفت الفاعل أحضرته سيد أرطغرل. أنتم الأتراك لا تصدقوننا حتى وإن كنا على حق. لا أصير معه كيف عرف بالأمر، بل نحن الأتراك نصدق الرجال دائما. أتمنى أن لا تترك الطائر الذي بين يديك سيد أرطغرل. سيدي، رأيتهم يأخذون أماندا من السوق وهي مقيدة، ما الذي حدث؟ أرطغرل يستجوبها في الداخل. إن تكلمت سنحترق. إن تكلمت سأقتلها، لا تقلق تشوربان، لكن السيد سيمون قد حان وقته، سوف أقتله بيدي ولن أرحمه. من الشخص الذي أمر باختطاف نسائنا؟
وماذا كان قصدك؟ تكلمي. كل الناس يعرفون أن أعداءك أكثر من أصدقائك سيد أرطغرل. سيدي هيا أسكت هذه الشيطانة. هذا صحيح، أعداؤنا كثر وأصدقاؤنا قلة في وكر الثعالب، لكن يكفي أن تعطيني اسم واحد من هؤلاء الأعداء. أنا أخبرت السيدة عليار بكل ما أعلم. بما أنك تعرفين فرانسيسكو فأنت تعلمين من وراء هذا الأمر، أخبرينا باسمه. قولي أيتها الأفعى. انتظري، اسمعي، إن لم تخبرينا من يقف خلف هذه المسألة فلن نسمح لك بالخروج حية، أفهمتي؟ أنا قلت لكم إني أشك بفرانسيسكو. وهذه الشكوك صحيحة. قولي لي، من كلف فرانسيسكو بهذا الأمر؟ هيا أخبرينا بمن تشكين أيتها المرأة. سيمون، سيمون رجل ذكي ويعلم جيداً أنه لو هاجم النساء الأتراك سيقطع رأسه. أنتم سألتموني بمن أشك وأنا أخبرتكم. طالما أنه هو من فعل هذا فلماذا أحضرك إلى هنا؟ ها؟ سيمون، من غيره؟ وماذا عن أخته ماريا؟ قالت بأنها رأت فرانسيسكو في متجرك. نعم، كل الناس يأتون إلى متجري، أنا لا أطرد الزبائن منه. هل تستقبلين في متجرك قاطع طريق يا امرأة؟ قلت لكم سيمون سيدي. ولكن سيمون قد سلمك لنا بنفسه. سلمني لكي يبرئ نفسه. أنا قد فعلت معروفا لكم. سيدي دعها تتكلم، واضح بأنها تكذب علينا. سوف تتكلم حليمة، سوف تتكلم وستخبرنا بلسانها من وراء هذا الأمر، أو أنها سوف تبقى طوال حياتها وحيدة في خيمة السجن. سيدي، اتركني اتركني، دعني أقتلها أخي، لقد كانت ستقتل أختنا. أخي لا تفعل. أوران، عبد الرحمن. نعم سيدي. خذها إلى خيمة السجن. أمرك سيدي. انهضي.
هذه الأفعى لن تتكلم إن وضعتها في خيمة السجن سيد أرطغرل. ما العمل سيد جاندار؟ نحن لا نعذب امرأة لأنها لم تتكلم. سأستجيبها أنا بنفسي، وإن علمت شيئا منها سأخبركم. أتمنى أن تجعل الأفعى تنطق بما تعرفه. بالتوفيق سيد أرطغرل. ننتظر منك أخبارا جيدة. سيد جاندار، نسيت إخبارك. غدا مساء سنقيم وليمة شكر بمناسبة نجاة ولدي ونساء قبيلتنا، وأنتم مدعوون. سلمت سيد أرطغرل، شكرا. عندما يأتي وقت الولائم فالجميع يكون موجودا، وعندما يأتي وقت العمل تجد نفسك وحيدا. لقد فعلنا ما يلزم، لنرى كيف سينجو أورال من هذا الأمر. أورال وزوجته قلقان مما فعلاه، أتمنى أن أراهما. السلام عليكم. وعليكم السلام. لقد بدأت لعبتنا. استضافونا بشكل جيد فيليب. انظر إلى هؤلاء، رعاة يعيشون مع مواشيهم بعد أن استولوا على أرض من أراضينا، ويفعلون هذا رغم أنوفنا. فلماذا نرضى بالهزيمة؟ لماذا؟ معك حق، هذا صحيح. لقد ذهبت إليه البارحة ولم أجد أحدا. سيمون صاحب الخان، إن وجد شخصاً يموت لا يعطيه الماء فلماذا يقدم لنا هذا المعروف؟ نعم سيدي، السلطانة على صواب، لأن الشيطان ذاته لا يفعل ما يفعله سيمون. هذا صحيح بني، ما غاية سيمون؟ يجب أن نعرف ما هي غايته حتى نكمل خطتنا. سوف أترك أماندا حرة. فإن بقي الكلب حرا سيذهب إلى صاحبه لا محال. تكلمي يا امرأة، من الذي وراء هذا الأمر؟ أنا مظلومة، ساعدوني. لن أدعك تفلتي من يدي بسهولة. قولي من وراء قاطعي الطريق، أخبريني من يكون. أخبرتك ما أعرف. لدينا وقت طويل، تستطيعين الكلام في أي وقت تريدين. سيدنا والسيدات عادوا بسلام. الحمد لله،
يا ليتنا استطعنا إنقاذ سيدنا توتكين والسيدة جوكشي. أنا أراك وبئس عنهما، ولا زلت أذكر ذاك اليوم المشؤوم. سيدي كثير اشتقت له، هو وزوجته استشهدا، هذا شرف عظيم. أرجو الله أن يجعلنا في مرتبتهما أخي. آمين أخي آمين. لا تقلق سيدي، ستتكلم، وقبل المساء ستغردك البلبل. أنا مظلومة، أرجوك صدقني سيدي. أعرف بأنك مظلومة سيدي. كلامها صحيح سيدي، لا تصدق هذه المشؤومة. لقد أخبرتنا بالحقيقة، أماندا مظلومة، وسيمون هو من وراء الأمر. نعم سيدي، سيمون أتى إلى متجري وقد هددني بالقتل سيدي، ولا أعلم كيف فعلت هذا. إذن سيمون سلمك لكي يزيل الشكوك التي تدور حولها. يمكنك الذهاب، والسلطانة ستكون معك. سيد أرطغرل، أنت سيد عادل كما قال عنك. المهر يكبر ويصبح حصانا، والابن يكبر ويصبح رجلا، وكل ما أريده هو إن أتى يومي وذهبت من هذه الدنيا الفانية بأن أذهب وأنا مطمئن، وأعلم تمام العلم أنكما متحدين معا. أبي لا تفكر في هذا الموضوع، نحن سنفعل أي شيء من أجل قبيلتنا، وسنبذل الجهد كي نعلي من شأنها. لم أكن في حياتي سأصدق أنك ستفعل هذا، ولكن رأيت وصدقت. كما قال سيد أرطغرل أبي، إن لم يكن أخي أورال
لما استطعنا إنقاذ نسائنا من المجرمين. قل لي، لما التقيت بالأمير سعد الدين بني؟ تكلم. الأمير سعد الدين كوبيك سيعطينا أغنى الأراضي الموجودة هنا على الإطلاق. أورال، منذ أكثر من 30 سنة وأنا أعرفه، وقد كنا نقاتل معا في كارتوك، وبحسب معرفتي لسعد الدين فهو لا يعطي أرضا لأحد بل يأخذ منه. هذا الرجل يعمل في قونيا يا أبي، ونحن بحاجة له. لم يأبه بمعلمه وهو السيد جلال الدين كاراتاي. هذا الأمير يخفي نيته حتى عن نفسه. إنه يتحدث عن الرجل الذي أتى بعد السلطان سلجوق. لا أعرف ما نواياه، ولكن إن كان يريد أن يمد جذوره في هذه الأرض فهو بحاجة إلينا، وإن لم نساند نحن الأمير فمن سيسانده يا أبي؟ هل يوجد قبيلة أفضل منا هنا؟ بني أبي، نحن في هذا الوقت نغرق في نهر هائج، والأمير سعد الدين سيعطينا الغصن لننجو به.